مساء الخير على كل مشاهدينا من كل مكان، مشاهدي قناة الصحة والجمال. أنا معاكم مهاب رؤوف في أول حلقة من أول موسم من برنامج التجمع السادس. متحمس جدا لوجودي معاكم النهاردة في الانطلاقة الأولى للبرنامج بعد فترة كبيرة من التحضيرات والتجهيزات مع فريق العمل. حضرنا لكم فيها فقرات كتير وأفكار كتير هتهم كل الشباب من الجنسين. النهاردة كنا موجودين مع بعض في أول حلقة استعدادا لبداية الموسم الجديد، وكلنا فخورين بان احنا موجودين النهارده مع بعض على شاشه قناه الصحه والجمال. البرنامج بتاعنا بتعريف عنه انه هو برنامج شبابي جدا، وكل الفقرات اللي فيه هتناقش كل المواضيع اللي تهم الشباب. نتمنى ان حضراتكم تعجبوا بالفقرات اللي احنا محضرينها لكم، وكمان ان احنا نتناولها بطريقه تحوز على اعجابكم. بس قبل ما نعرف ايه هي الفقرات، وقبل ما نعرف ايه هي الافكار اللي احنا محضرينها لكم، خلوني الاول اسلم على زميلتي نورهان. ازيك يا نورهان؟ ازيك يا مهاب، عامل ايه؟ الحمد لله. مساء الخير على كل اللي بيشوفونا على قناه الصحه والجمال. هكون معاكم انا نورهان حسنين في اولى حلقات برنامجنا التجمع السادس. وزي ما زميلي مهاب قال، برنامجنا بيتكلم في مواضيع كتير ومختلفه، منهم الصحه والجمال والفاشن والميك اب واخبار، وهنتكلم معاكم في حاجات كتير جدا. بس قبل ما نبدا في موضوع حلقتنا النهارده، خلينا نسلم على زميلتي فاطمه. ازيك يا فاطمه؟ ازيك يا نورهان، ازيك يا مهاب، ازيك يا فاطمه. مساء الخير عليكم. معاكم انا فاطمه رجب، وزي ما زملائي قالوا برنامجنا هيناقش قضايا كتير مختلفه بتخص كلا الجنسين، الراجل والست، وكمان هننزل الشارع ونعرف ارائكم في كل موضوع بنناقشه عشان يكون معانا ارائكم كلكم في حلقات برنامجنا. حابه ابدا معاكم اول حلقه من حلقات برنامجنا، هي حلقه المساواه. موضوع المساواة أثار جدل كبير جدا ما بين الطرفين، بس يا ترى مين اللي نادى بالمساواة؟ هل هي ست أم راجل؟ ست أكيد، وست اتمرمطت جامد على فكرة. على طول ظلمنا. لا يا مهيبة، هو الحقيقة هو راجل. مين هو الراجل؟ تعرف هو مين؟ مين؟ يعني لا، قاسم أمين. اه صح، الله يسامحه. لو احنا على فكره دايما بنقول قاسم امين ربنا يسامحه، عشان هو اول واحد ندى بالمساواه وخلانا دلوقتي في الخناقات اللي ما بتنتهيش دي. بس قاسم امين ندى بالمساواه علشان هو كان عايش في فرنسا وشاف قد ايه هناك الشعوب بتدي الحريه الكامله لاي بنت، وهنا عشان احنا في مجتمع شرقي يعني بيدي كل الحقوق للراجل وبيحرم البنت من حاجات كتير جدا. فلما رجع من فرنسا كان حابب ان هو يعني يطبق ده عندنا احنا كمان في مصر. بالظبط كده، زي ما نورهان قالت، المساواة لما اتطلبت كان في حق التعليم للمرأة، بحيث انها يكون ليها كيان تتعلم، يكون ليها وجود في المجتمع، يعني طلب ليها المساواة في حقوقها. بالظبط كده، يعني احنا بنطالب ما بين المساواة حاليا ما بين الراجل والست، لكن في فرق كبير جدا ما بين المساواة اللي بتطلب دلوقتي وما بين الحقوق. طب يعني انا ما عنديش مشكله خالص في قصه الحقوق، يعني كل واحد ياخد حقه، دي حاجه حلوه جدا. بس برضو يا جماعه، يعني الراجل راجل والست ست، يعني ما ينفعش تبقى المساواه في كل حاجه. يعني لو العربيه عطلت اقعد انا ونقول المساواه تنزل هي تزق، ولا نعمل ايه؟ طب ما احنا برضو مش هينفع نتساوى في موضوع البيت وشغل البيت وشغل الشارع ومثلا الجواز، مصاريف الجواز مثلا، الشقه. لو المساواه هتعمل موضوع مصاريف الجواز ده، انا اول واحده هوافق عليها. بالعكس يا جماعه، احنا يمكن موضوع المساواه موجود دلوقتي، يمكن مش بشكل ظاهر، لكن هو حاليا موجود خاصه في الجواز. احنا ممكن دلوقتي نلاقي ان البنت بتساعد الولد في الشقه، بيساعدوا بعض كتير جدا. ايوه فاطمه، هي ممكن تساعده، لكن المسؤوليه الاساسيه بتكون على الراجل، بدليل ان اللي مسؤول على انه هو اللي يجيب الشقه هو الراجل، وان يكون هو اللي مسؤول على انه هو اللي يدي المهر مش الست. فالمساواه يعني مش هتنفع تكون موجوده في كل حاجه. على فكره يا مهاب، لا، المساواه بجد موجوده، يعني دلوقتي فعلا، دلوقتي حالا، يعني الناس دلوقتي بدات تاخد بالموضوع ان انا تمام، لو انا قادره ان انا اجيب الشقه فما فيش مشكله، هو بيساعد بحاجه تانية. احنا في النهايه شريكين في الحياه، بنساعد بعض. احنا لما نطلب بالمساواه هي تكون مساواه في كل حاجه، احنا شايلين عن بعض، لكن بتفرق تماما عن كلمه حقوق، بنادي بحقوقي. ماشي بالظبط كده. انا نفسي حابه اول واحده اوافق عليها، لو هنجيب كل حاجه بالنص تمام يعني. لا، انا مش موافقه عليها، علشان كل واحد يقوم بدوره في المجتمع. الست تقوم بالحاجات اللي المفروض تعملها، والراجل كمان يقوم بواجباته تجاه بيته واسرته. طب يعني لو مثلا الست النهارده حبت تنزل تخرج مع جوزها وراحوا كافيه او مطعم، من ضمن الحاجات اللي هتبقى في المساواه انه هي اللي تدفع الشيك مش هو؟ والله هي ممكن تقول له انا عازماك النهارده،
مفيش مشكلة خالص. لا احنا بنتكلم على المساواة بقى، بانه من غير ما حد يعزم حد عشان خاطر مناسبة معينة يا خلاص يبقى كل واحد مستسهل عادي جدا ان هو يتفاهم. لا هو في مجتمعنا اصلا الراجل مش هيقبل بده، يعني الراجل لو قاعد مع واحدة حتى لو صاحبته عادية هو برضه مش هيقبل ان هي اللي تدفع له. تمام، بس الاصول بتختلف تماما عن حاجه اسمها مساواه. انا لما بطلب بالمساواه بطلب بالعدل في كل حاجه. لو انت هتدفع انا كمان هدفع، انت هتجيب الشقه انا كمان هجيب، هنشتغل زي بعض. هي دي المساواه. فيها فرق كبير جدا ما بين الاصول وان انا مثلا تصرف او الاتيكيت اللي انا بعمله. حلوه فعلا فكره انه في فرق ما بين الحقوق والمساواه، وده كان راينا. طب ما تيجوا كمان نشوف راي الناس في الشارع ايه في موضوع حلقه النهارده، ونتعرف اكتر على الناس موافقه ولا معترضه على المساواه ما بين الرجل والمراه. صباح الخير على كل زمايلي في الاستوديو. مساواة بين الراجل والست، هل هتنفع في كل حاجة ولا ما تنفعش؟ تعالوا نشوف رأي الناس. تفتكر مين أول حد نادى بالمساواة بين الراجل والست؟ إيه كان راجل. الست طبعا، أكيد الست طبعا. تعرفي اسمها؟ الست أكيد على اسمي. اسمي إيه؟ طلب المساواة بين الراجل والست، افتكر أول حد يعني بابا. مين؟ بابا. بابا طالب بالمساواة؟ أكيد طبعا. وانت؟ أطالب بالمساواة. وانت كراجل تقبل بالمساواة أصلا؟ طبعا. بإيه رأيك في المساواة عامة؟ والله أقول لحضرتك يعني لو نرجع للقرآن الكريم هتلاقي الرجال قوامون على النساء بما أنفقوا وبما فضل الله بعضهم على بعض، فالولاية للرجل في الإنفاق والإحتواء للأنثى. طب انت كبنت بتطالبي بالمساواة؟ في بعض الحاجات يعني، بس المساواة من كل حاجة. كل حاجة؟ لا يعني مش في مجتمع شرقي فمش كل حاجة أكيد. على المستوى الشخصي برضو لازم يبقى فيه يعني نقدر نقول برضو إيه، فيه عدل ولكن مقنن، ما يبقاش على المطلق. يا حاجة ما تقبلش بيها؟ أنا شخصيا أبقى متحفظ عليها. يعني ما تقبلش إن يبقى فيه مساواة أصلا بين الراجل على المطلق؟ لا، لازم يبقى فيه شيء من التميز شوية. طب يعني مثلا قاعدين في كافيه تقبل إن هي تصرف عليك؟ إيه لا طبعا. عادي مش فارق معايا. هو انت رايك ايه؟ اكيد يعني المساواه في كل حاجه، الست الست والراجل راجل، ولا الست تعمل زي الراجل؟ لا اكيد طبعا ما ينفعش الست تعمل زي الراجل، يعني في حاجات ادوار للراجل هو مهم فيها، وفي حاجات تانية الست هي بتبقى يعني شاطره فيها اكتر من الراجل. ما ينفعش ان احنا يعني فاهمه. يبقى انت بتطالبي بحقوق مش بمساواه. نخليها حقوق. بحقوق لكن مساواه لا. مساواه لا يعني. لا. ورجعنا لكم بعد التقرير، وبشكر زميلتي نور على التقرير الممتاز ده. اكتر حاجه عجبتنا فيه ان فعلا الناس عندها فرق ما بين الحقوق والمساواه. دي كانت موضوع حلقتنا النهارده، ودي كانت نهايه فقرتنا. هنروح لزمايلنا للفقره الجديده، واتمنى ان هي تعجبكم ان شاء الله.